ما ذكروا بعض الناس يحتال ذكروا أن امرأة أتت إلى مجموعة من التجار في البلد لهم مجلس يجلسون فيه فأقبلت إليهم قالت أيها القوم أنا امرأة زوجي غاب عني منذ 10 سنين ولم يطلقني ولم يخالعني ولم فأريد واحد منكم يتبرع يأتي عند القاضي يقول إيه أنا زوجها ويطلقني قدام القاضي عشان يعطيني سك طلاق بس أنا أدبر نفسي فتكاسلوا فقالت من يقوم معي وله 100 دينار يجي بس يقف عند القاضي يقول إيه أنا زوجها تراك طالق فمان الله شو ضرك و100 دينار قام واحد منهم ملقوف كذا قال والله زين 100 دينار يلا قام معها ودخلوا على القاضي قال لها القاضي يا ما في طلاق قالت أبد جبت زوجي أبشرك لقيناه زوجي المفقود لقيناه قال الحمد لله يلا نخلصك الحين أنت زوجها قال نعم أنا زوجها ليش غايب الله هذيك 10 سنين قال والله تعرف ظروف الحياة وكذا غبت 10 سنين معلش يا قاضي قال يلا بتطلقها قال إيه بطلقها قال تبغى عوض تبغى مهر قال ما أبغى ولا شيء أبغى افتك منها بس قال يلا طلقها فقال لها أنت طالق 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 فلما طلقها الثلاثا قالت يا أيها القاضي قال نعم قالت إني أطالبه بنفقة 10 سنين إنك إذا كنا عظيم انتبه لا تلعب عليك حرمة قالت إني أطالبه بنفقة 10 سنين فقال كم نفقتك في الشهر قالت نفقتي في الشهر 20 دينارا يا الله تكفيني خبز وحليب الرجال حابسني على ذمته ما خلاني أترزق وتزوج وبعدين يقولون فحكم لها القاضي 5000 دينار فالرجال تورط لا يقدر يقول مني بزوجها ثم من عاد يسجنه القاضي ويجلده يا كذاب ولا يقدر يقول إيه أنا زوجها يقولون فاضطر وغرم لها 5000 دينار عطاها إياه بعدين قالت له حتى لا نظلمك هذه 100 دينار المرأة خايفة تظلمه مسكينة تعرف حرام الظلم فهي ما تبغى يطالبها يوم القيامة قالت وعدتك 100